كان القصر كله فرح لما كانوا الولاد صغار. وانت كنت تضحك كتير من زمان، ما شفتك عم تبتسمي من وقت طويل. كانت امي تقول وقت بيكبروا الولاد بتكبر همومهم. بتعرفي أزادة، احيانا بفكر انه هذا القصر ملعون، اللي بفوت لهم ما بيقدر يطلع مبسوط، مدري ليش. لو اني ما بعرف السعادة قبلك، كان ممكن فكر انه هذا القصر ملعون عدنا. يمكن انت اللي جبت هاللعنة على القصر يا روحي. نعم مروان، لا انت خليك بالمزرعة، انا اللي رح حل هالموضوع. انا طالع اساسا. الله معك. عدنان، اخذت قرار مهم. كل الأسهم لشركة سان جاك زادا وكل الأملاك اللي بنملكها رح أطلب من المحامي إنه يقسمها كلها على العيلة. يعني بفهم من كلامي قررتي تطلعي مني معي؟ لا، هذا القرار مو قرار طلاق، نحن تأخرنا على هيك شيء. ما بقدر خبر ولادي بحقيقة أبوهم بعد ما وصلوا كلهم لهالعمر هاد، لأنه بدهم يسألوا عن سبب طلاقنا. إذا خبرتهم قديش كنت عاني وأتوجع، ما رح يتطلعوا بوشك أبداً. رح أعض على جرحي وخبي وجعي. بلا لف والدوران، قولي شو هي نيتك لحتى نحكي بصراحة. نيتي تحرير المرأة يلي عاشت بخوف. غير هيك بدي أولادي يبلشوا طريقهم لحالهم من هلأ ورايح وبس. يعني ما بدي يكونوا مرتبطين بأبوهم بالحياة العملية، كل واحد بياخد حصته وبيرسم طريقه. بدك تغيريني يعني؟ مو انت، قررت غير حالي انا عدنان. قررت اكسب شرفي وكبريائي وسمعتي وانوثتي وقيمتي وذاتي وثقتي بنفسي يلي فقدتها وانا معك. ما بدي كون المرأة يلي بتلجأ لظل زوجها وتشحد الحب بعد هلا. قبل ما تلاقي حالك، لو بتلاقي مين بتكوني وشو بتكوني بيكون أحسن. أسألها اسمعي شو رح أقول ليكي. تغيرت حياتي مان تماماً هلا، طبيعي إنه يتشتت عقله. لهيك برأيي فكري منيح. أنا أخذت قراري هاندا، لا تشغلي بالك. طبعاً بدي أشغل بالي وفكر فيكي، والله لا يقيمه ليامان، ضيع بنت مثل الوردة. هو رح يركض وراكي، أنتي لا تزعلي. تمام. بتول أنتي رفيقتي المقربة الوحيدة، ما بدي تخرب علاقتنا بسبب هالأمور مرة تانية. وأنا كمان ما بدي. هاندا، أنا بحبك كتير هاندا. وأنا كمان. خليني روح هلأ، أتأخر الوقت. ماشي، مع السلامة. تصبحي على خير.
ليش عملت فيني هيك بهاء؟ بدك تحكي فورا. ما معي شحن عائشة، لازم نحكي ضروري. بعت الموقع فورا قبل ما يطفي.